هذا راح يبرأ. أما إذا خشي المرض الآخر، المرض الآخر شنو؟ كانوا يعتقدون أن الجن تمرضهم، الأرواح الخبيثة والجن تسأل ليش هذا شبيه، يقولون حلت فيه روح خبيثة أو الجن مثلا. حتى الآن أكو عندنا جماعات يعتقد أن هذا تمرض طب جني براشة مثلا، أش شلون هالجني طب براشة ما أدري. وهذا الجن هم أحيانا يستغلون لهدف سياسي، أحيانا الجن قد يستغلون لهدف من الأهداف السياسية بعض الحالات. سعد ابن عبادة امتنع عن بيعة الخليفة الأول، قتلت الجن بالليل، قتلته وصبح ميت على كل حال. فالمسألة الجن كان إلى دور، تلعب دور عندهم في عقائدهم، عندهم تلعب الجن في عقائدهم أدوار عجيبة. وإلى الآن المصيبة، يعني قبل سنة صدرت فتوى، واعتقد الفتوى من الشيخ ابن باز على ما أذكر، الفتوى بأن المرأة الجنية يجوز أن يتزوج منها الإنسان، ويأفت كارثة مصيبة. تجيك المرأة بعد يومين ومشونه زوجت لي جني، ما تصدق يعني شلون؟ يعني على العموم أنا أتخطر الموضوع، سبق أن تعرضت بصورة مفصلة. فمو مشكلة هذه، اللي أريد أقول أن موضوع الجن، دول يتصورون أن الجن أمرضته، هذا أمرضته الجن والأرواح الخبيثة. في هالحالة شنو؟ ذاك مرض جسدي يعلقون كعب أرنب ويعشر، لكن هذا الجن في هالحالة ينجسوه ويعلقون عليه خرقة حيض أو عظام الموتى، يقول عظم ما الواحد ميت أو خرقة حيض أو ينجسوه. ويقول شاعرهم: فلو أن عندي جارتين وراقيا وعلق أنجاشا علي المعلق. كانوا يعتقدون أن بها الطريقة نعم يبرأ، أن بها الطريقة لا يبقى عنده مرض. أنواع عندهم من الأمراض كانوا يتصورون معها هذا اللون من الفكر، يعني عندهم أنماط من الفكر هكذا أمراضهم تداوى بهذا اللون من الدواء.